الورقة الثالثة هي من نصيب الدكتور والأديب عبد الله بن مبارك بن سيف العبري. الدكتور عبد الله بكالوريوس علوم شرعية، أيضا الماجستير فقه وأصول من جامعة المملكة الأردنية، دكتورات فلسفة في الاقتصاد والمصارف الإسلامية جامعة اليرموك، ودكتوراه أخرى أيضا في تخصص الفقه المقارن من جامعة الزيتونة. الدكتور عبد الله محامي بالمحكمة العليا أيضا بدرجة المحاكم العليا، له عدة إنجازات وعدة بحوث ومشاركات وعضويات، منها رئيس مجلس إدارة الدكتور عبد الله مكتب الدكتور عبد الله العبري للمحاماة والاستشارات القانونية، عضو هيئة الرقابة الشرعية في نافذة مسيرة للصيرفة الإسلامية من بنك ظفار، إلى آخر من العضويات المتعددة، خبرة أكاديمية. الدكتور عمل أستاذ في كلية الحقوق كلية الشريعة والقانون سابقا 97 منذ 1997، وهو ما زال في التدريس إلى وقتنا الحالي، أستاذ زائر بكلية العلوم الشرعية. وبما أنه قانوني فعنوان ورقته نشوز الزوج مفهومه وأسبابه وعلاجه. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وجعل بينهما مودة ورحمة ليتعاملوا فيما بينهم بالحسنى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سعادة الشيخ والي بني خالد. أيها المشايخ الحضور، أيها الإخوة، أيها الأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل حديثي من باب يعني تغيير الجو عن حديث المشايخ الذي أفاضوا به، فقد أتوا على الأمر من أوله إلى آخره، ولكن لا بأس أن نتذاكر شيئا مما بقي حول هذا الموضوع الذي يتعلق بالحياة الزوجية. ولكل زمان تكوينه الخاص من حيث ترتيب الأسرة، وبما أن القواعد الشرعية واحدة إلا أن لكل زمان تغيراته يتأقلم معها الإنسان ويمارس الحياة متأثراً بما في زمانه من معطيات ومؤشرات. وقد انفتح عالمنا اليوم، أو انفتحت بلادنا على العالم، فأصبح الإنسان تأتيه من الثقافات ومن الصور ومن الأطروحات ومن المعاني ما لم يكن موجوداً في الزمن القديم، وهذا له تأثير قوي في بنيان الأسرة وفي تعامل الزوجين وفي تربية الأبناء. ولا يمكن أن يعيش الجيل اليوم كما عاش جيل الآباء والأجداد، كما لا يمكن أن نربي أبناءنا على ما ربى أجدادنا عليه أبناءهم من حيث التغير في طابع الحياة الاجتماعية. ولكن يبقى أن الإنسان يعتز بدينه وبتعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع ذلك يراعي التجديد والتغيير والتطوير في الحياة الاجتماعية بما يتناسب مع روح الشريعة ومع متطلبات العصر. ولكي أختصر هذه المقدمة، أصبح في زماننا هذا من مستلزماته كما تسمعون أنه قبل الدخول في الحياة الزوجية أن يفحص كل واحد من الذكر والأنثى نفسه عن الأمراض المعدية التي تخرج أطفالاً نشازاً
عن الطبيعة الإنسانية، ولكنهم نسوا في الجهة الأخرى الأمراض المعدية الأخرى التي هي ثقافة العصر المادية في عقول الشباب والبنات. فإن الفحص الطبي وحده لا يكفي قبل أن يفحص أيضا وزن الرجال، وكما قال بعض الآباء قديما، وأيضا ورد عند كثير من العلماء أن العبرة ليس بالذكور وإنما بالرجولة، فالذكور كثير ولكن الرجال قليل. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: الناس كإبل مئة قلما تجد فيها راحلة. وأتكلم عن هذا الأمر في البداية لأن تأسيس الحياة الزوجية إن لم يبنى على القيم الراسخة ويبنى على الأسس الحقيقية لتكوين الأسرة، فإن هذه الأسرة معرضة للنشوز وغيره. ولذلك من يبحث عن الزوجة من الرجال يجب أن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين. وعندما يأتي الخاطب فإن الأب أيضا يعتمد على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ففي النقطة الأولى بعض الشباب وأسرهم وبعض الأسر يبحثون عن ذات المال، فلا يهمه خلقها ولا معشرها ولا تربيتها بقدر ما تهمه وظيفتها. وهذا واقع، لأنه يقول الحياة تريد الكثير من المتطلبات، فلا بد أن أبحث عن سكن تجاري، أي أنها موظفة، ومع بجانب ذلك وضع بعض الشباب من الشروط، شروط الجمال ومواصفات، يعني نستغفر الله العظيم، عارضات الأزياء وغيرها، الشيء الكثير. فهذه لا تعجبه لأنها قصيرة، وهذه لأنها طويلة، وهذه لأنها، فكأنه يريد امرأة تفصيل. حتى بلغ بعض الشباب 35 سنة ما متزوج. ليش؟ لأنه يبحث عن ملكة جمال ما عرف وين من الدول، لأنه جاب المقاسات من هناك، فقضى حياته كلها يبحث ولن يجد، لأن ما في تفصيل في المسألة، تفصيل صعب. ولذلك اعتماد القواعد الشرعية من البداية هذا أمر مهم. فاظفر بذات الدين، وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نأتي الآن إلى الحياة الزوجية. الحياة الزوجية ليست طعام وشراب كما أسلف المشايخ، أنها مشاعر وأحاسيس، ولا بد كل طرف أن يفهم الآخر ما الذي تريده المرأة من الرجل وما الذي يريده الرجل من المرأة، حتى يستطيع كل واحد منهم التعامل مع الآخر. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وضع قواعد في ذلك في جانب الرجل، حتى لا يؤدي في الحال إلى النشوز. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال: لا يفرق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق رجل امرأة، أي لا يكره رجل امرأة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فما من مجرد أن يرى خلقا سيئا كأنها لم تحسن إليه في حياتها لمجرد ملح أو شيء من التعامل. كذلك المرأة عندما أمرت بطاعة الزوج كان الأمر عظيما، عندما جاءت النساء تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فضلتم بالجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله، فماذا بقي لنا معاشر النساء؟ قال لها: تبعلك في بيت زوجك يعدل ذلك. الله أكبر، يعني قيام المرأة، القيام الصحيح في بيت زوجها يعدل الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله، هذا أمر عظيم. هذه القواعد يجب أن
تربى عليها النساء من بداية الحياة الزوجية. فإذا هذا هو الإطار العام. ربما يقول البعض ليش عنوان نشوز الزوج؟ يا أخي النشوز للمرأة. عن الدكتور سعيد يتحدث عن نشوز المرأة، لكن أنا حظي أن بدي بورقتي نشوز الزوج. كأن أذهان الرجال ما يتصوروا أن الزوج أيضا يكون ناشز، أو أن عيب أن الرجل يكون ناشز. لكن أصبحنا في زمان لا شيء، أزواج ناشزين. وقبل لا ندخل في النشوز، يعني بعض الرجال من هروبه عن رجولته وعن المرأة أيضا أصبح يبحث عن الأشياء الجمالية خارج إطار الزوجية. بمعنى آخر، الاهتمام بالمنظر مطلوب، الاهتمام بالمظهر مطلوب، الاهتمام بالجمال مطلوب، ولكن أن يكون هذا في الخارج ويهمل الواقع، واقع الزوجة، هذا أمر غير مقبول. فنشوز الزوج أولا غياب بعض قيم الرجولة، يعني الرجولة، المسؤولية، القوامة، الإحساس بالأسرة، الإحساس بالمسؤولية، هذا ربما يكون مفقود عند البعض. والنشوز من حيث المفهوم اللغوي هو الخروج، النشوز الارتفاع، لما نقول شيء ناشز يعني مرتفع عن باقي الأماكن. ونشوز الزوج ترفعه عن المرأة، يعني تزوج وجلس أسبوع أسبوعين وخلص ما يسمى كذبا وزورا وبهتانا شهر العسل، هذه كذبة طبعا كبيرة، خلاص أصبحت المرأة مثل الكنبة، الكرسي، الطاولة، الثلاجة، الكذا، صار هو إيش؟ صار يعني ممكن نقول إنه من الأسبوع الأول ممكن أن يكون الرجل ناشزا. إيش معنى ناشزا؟ يعني منحرفا عن متطلبات العلاقة والحياة الزوجية من حيث الاحترام والتقدير وتبادل العشرة بين الزوجين، لدرجة بعض النساء أصبحت دخول الرجل وخروجه هو عليها إيش؟ سيان، لأنه لا يمثل إضافة لواقع الحياة الزوجية. فدخلنا فيما يسمى يعني مثل الطلاق النفسي، يعني نفسيا هم متطلقين، ما حد يقبل الآخر نفسيا. فإذا ليش أسباب هذا النشوز؟ أي ما هو أسباب نشوز هذا الرجل؟ أولا سوء المعاشرة. نعم أحيانا الواحد يبحث عن امرأة ذات جمال، لكن هذه المرأة ذات الجمال وحتى ذات المال يمكن ما تعرف مو يعني الرجل، تعرف الرجل ان اي واحد لابس الشلاشة هذا رجل، لكن هذا الرجل ايش طبيعته، ايش نفسيته، ماذا يريد، ماذا يحب، ماذا ينشرح صدره عند ماذا، وينشرح قلبه عند ماذا، ماذا ينبغي ان يلبس له، ماذا ينبغي ان يقال له، وماذا ينبغي، يعني كما تعرف الدابة تعرف هذا الرجل. طبعا هذا النوع من النساء مهما كان عندها من الجمال وعندها من المال وعندها من الثروة لا تغري إيش ميول الرجل، لأنها لا تمثل له إضافة أنثوية في حياته. فهنا لابد الرجل أن ينشز، يعني أن يبين عن واقع هذا النوع من الحياة الزوجية. قال أنا يعني أنا مع امرأة، مع بشر ولا مع حجر. هذا نقطة. لذلك أيضا تتبعنا بعض الأدبيات، يعني ترى اللي عنده كلام سيتكلم، والذي يقول الشعر سيقول فيها قصيدة إذا كانت طيبة سيمدحها، وإذا كانت كهذا النوع أيضا سيقول فيها. ولذلك أنا رأيت بعض من قال وتبرق عيناها إذا ما رأيتها، وتعبس في وجه الجليس وتكلح، إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. هذا يصف زوجته. واحد يقول لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، ولكن قرين السوء باق معمر، فيا ليتها سارت إلى القبر عاجلا، وعذبها فيه نكير ومنكر. خلاص على ما طايق. أيضا
مسألة أخرى، مسألة انقطاع الحوار. الآن الحوار كله باغي عشاء يسوي لها رسالة في الواتساب، باغي يروح مكان سواله في الواتساب رسالة صوتية رسالة، أما الأجسام ما في، هي في صوب هو في صوب. فغياب هذا ما يسمى، ذكرته سابقا، الطلاق النفسي. طلاق النفسي إن ما في أي حوار بين الزوجين. وعدم وجود هذا الحوار يعني الأرواح لا تتلاقى. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها؟ يعني ما تروح تخطب وتشوف الصورة، لا، لازم تشوف المرأة. ليش؟ لأن رؤية المرأة يعني تلاقي الأرواح. لو الآن نحن لما نأتي إلى شخص، أحيانا أنا أجي وما شاء الله شيخ صعيد رجل منشرح دمه يعني خفيف، رجل طيب، ليش أعطي هذه الصفات؟ لأن تلاقينا روح بروح. لكن لما أشوف صورة، أحيانا أشوف صورة حد، هذا الظاهر أنه حرامي، هذا الظاهر أنه نصاب، أو ليش؟ لأن ما في أرواح تلاقت. ولذلك هذا الحوار بين الزوجين بعيد عن هذه الأجهزة ضروري جدا لعدم نشوز الزوج، لعدم نشوز الزوج. أيضا عدم قيام المرأة بواجباتها تجاه الزوج. يقول أرى صاحب النسوان يحسب أنها سواء وبون بينهن بعيد، فمنهن جنات يفيء ظلالها ومنهن نيران لهن وقود. ما تروم تحادثها، كلمة كلمتين أنا ترى راح بتحي، يعني ما عور عن المطبخ، ما عور عن الثلاجة، ما عور عن ما، يعني خطاب عنف، ما في أي مجال للحوار أو يعني طلبات. إيش معنى تبعولك في بيت زوجك؟ ما تفهم هذا. أيضا كثرة الشجار والمشاكسات. وكثرة الشجار والمنافسات على أتفه الأسباب سببه عدم وجود لغة الحوار. كل حد مصر على ما في رأسه، والمصيبة الأعظم أن كل طرف يجند مع جيش. يعني تجد المرأة مجندة أمها وخواتها معها، والرجل مجند مع أمها وخواتها معها، وصير حرب بين الجيشين، جيش تقول هذه وجيش تقول هذه، والزوجين كأنهم طلاطير في الموضوع، ما حد عنده خبر بالسالفة. لذلك مرة يذكر أحد الكبار السن قصة إنه رجل طرشوا له في مكتب الوالي، كان الوالي والقاضي مع بعض، هذا بداية السبعينات عهد النهضة المباركة. فلما راح قال للوالي طرشت لك زوجتك وين شاكية منك؟ قال زوجتي شاكية مني؟ قال هي شاكية منك. قال أنا زوجتي ما تشكي مني، هذه ما زوجتي، خبروا أن هذه ما زوجتي، طلقها في الحال. لأن عنده أنه أي شيء بين الزوجين سر يظهر في 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 ذهنه، هذا أمر غير محمود. اليوم الحياة الزوجية الخاصة 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 جدا أصبحت في متناول الجميع، أهل الزوجة وأهل الزوج. هذه مصيبة عظيمة، شيء اسمه كتم أسرار الزوجية. أين التي تكتم سرها وأين الذي يكتم أسرار زوجته؟ أيضا من الأسباب يأتي الأولاد، بطبيعة الأولاد كل حد له أيضا تصرفاته، كل حد له ميوله، كل حد، فيصير العراق في تربية الأولاد. دائما الحياة الأسرية مع الأولاد هي الله تعالى جعل الأولاد بين الزوجين حتى تكون هناك ماذا؟ مشاركة في تكوين الأسرة. جعله الله ريحانة سبعا وصاحبا سبعا ووزيرا بعد ذلك. هذا جانب الأب وجانب الأم.
لابد الأب يعطي هذا الطفل حقوقه من الحنان والرعاية والتعليم وغيره، والأم أيضا. المشكلات إنه كل واحد يرمي طرف الأبناء على الطرف الآخر، كما قال الدكتور سيف إنه الأبناء الله سبحانه وتعالى جعلهم الحياة الزوجية بسطة في المحبة والمودة بين الزوجين. وأنتم تعرفوا القصة المشهورة إنه رجل تزوج امرأة ولم تنجب إلا بنات، فتزوج عليها زوجة ثانية وصار يصير مع إيش؟ مع الزوجة الثانية. فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، بل نحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. ما بيدي أنا، ما عندي ذكور، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا النقطة المعاصرة المهمة جدا أنه ظهرت معنا أسر من خلال القضايا اللي مرن علينا، أنه بعض الأزواج يحب إظهار التمرد على الحياة الزوجية. يعني تزوج عشان يقال رجال، لأن اللي عمره كبير ما متزوج قال هذا عنده مشكلة، يخاف على نفسه، فراح وجاب امرأة وستر بها نفسه وتزوج، قال خلاص هذا متزوج. لكن في الواقع هذا متزوج شكلا، أما طلعاته وخرجاته ودنياته وحياته خارج الحياة الزوجية. هذا التمرد على الحياة الزوجية هذا أكبر النشوز من قبل الرجل على الحياة الزوجية، هذا يحتاج علاج، يحتاج إلى أدب. أن هذا لما أخذ بنات الناس ما أخذ بنات الناس لأمر شكلي وصوري حتى يلحب عليهم ويضحك عليهم. الأمر الثاني أن الرجولة ما هي عقد الزواج، الرجولة أنه يأتي أولادك المربين تربية طيبة حفظت القرآن وأصحاب الآداب والأخلاق واللي يساهموا في بناء المجتمع. هذه الدولة تنفق وتسعى وكل هذه الأشياء من أجل إخراج أسرة منتجة للمستقبل. يجي بعدين هذا يقول لك: يا أخي للمدير الفلاني والمسؤول الفلاني، ترى البذرة هذا من معك أنت، ترى من أين أجيب الناس بذرة يعني؟ ولذلك بذرة الخير تأتي من أوساط الأسرة، المدير الأمين والناجح والمهندس الأمين والطبيب الأمين من واقع الأسرة. إذا أنت ما باغي تجيب أمناء، ما باغي تجيب للمجتمع يعني ناس منتجين، ما معنى هذا أن كل شيء لازم نستورده من الآخر؟ فإنتاج الأسرة يعني قيام الزوج القيام الحقيقي بهذه الأسرة، وإلا يعد ناشزا. طبعا العلاج كثير، والتوصيات في علاج نشوز الزوج كثير. يعني سئلت امرأة عجوز: يا أخي أنت شوف أنت والزوج متفاهمين، ما شيء مشاكل، لا يسمع صريخ ولا يلكم حس. قالت لها: يا بنتي هذا الزوج كما الطبخ الهريس أو العرسي، لا تزيد علي النار ولا تمليه وتنطب النار، خليش وسط، يوم تخف النار زيديها. وكذلك يعني هذا هو إيش؟ هذا هو أساس يعني هذا التوازن والانبساط في هذه الحياة الزوجية مع هذه المرأة. وفعلا حكم كثيرة حقيقة نحتاجها. لكن اليوم من وين الشاب اللي عمره 20 سنة متزوج يجلس مع شياب؟ ما في، راح وقرأ له كتاب كتابين الحياة الجنسية في الزواج وخلص روح. وغير يا رجال ترى هذا ما إنتاج حيواني ولا إنتاج ذاك، لا، هذه أشياء كثيرة محتاجة إلى مشاعر وأحاسيس وأمور تقرأ فيها أكثر. ولذلك حقيقة مهم جلوس الأجيال مع بعضهم البعض مهم. يعني تلاحظ الآن يعني البيت قديما كان فيه الجد والجدة والأبناء، كل واحد في غرفة مع حرمته وعنده يعني وضع الخاص، وتكوين الأسرة في ذلك الوقت أيضا له خصوصياته. واليوم أصبح الأبناء زوج وزوج عمرهم 20 سنة وساكنين في شقة ولا ساكنين في بيت، يعني ما في غداهم أندومي وعشاهم أندومي وريقهم أندومي، ما جلست لا جلست مع خبازة تعلم الخبز، ولا جلست مع واحد تعلمها القروص، ولا جلست مع واحد تعلمها الرخال، ولا جلست مع واحد تعلمها أبدا، ما في. ولذلك صار عنده مغص وصار عنده بلاوي وصار عنده، فمحتاجين شوية
إلى تلاقي الأجيال. أيضا قضية الصلح، الحقيقة اليوم المحاكم تضج أحيانا بشباب في ريعان الشباب، والحرمة تشكو من الرجال والرجال يشكو من المرأة. طيب وين الأب، وين الأم، وين الصلح، وين يعني المجتمع أيضا لابد يفعل دوره. ما يوم يتخالف اثنين يلا الله فلان فلان توم الزوجين على كذا، لا الحمد لله احنا أولادنا ما شاء الله عليهم، يعني يوم تسلم ناقتي ما علي مرفاقتي، هذا الوضع مأساوي. لابد يشتغل الجانب الاجتماعي في تصحيح مسار الحياة الزوجية بالصلح بين الزوجين، لأنه خلاف بسيط أحيانا ينتهي ب يعني أطفال. والآن حقيقة ليحز في النفس أنه في كثير من المحاكم الأطفال يجابوا المحاكم، وهذا مطلق وهذا مطلقة وهذا معها اثنين وهذا معها ثلاثة وهذا مع الكبار وهذا مع الصغار وهذا لا يلعن أبوهم وهذا لا يخالف أمهم. يعني التبعات هذه يجب أن تؤرق المجتمع حتى ما نصل إلى ما تصل إلى ظاهرة كبيرة. والحقيقة يعني المقدم يقول نحن مجتمعنا في هذا الجانب الحمد لله وسليم، صح سليم، يعني بعض البيوت الحمد لله عندها الستر والكذا قوي، لكن الظاهرة يعني الحالات موجودة وكثيرة، انفصال الزوجين لأتفه الأسباب، وأطفال ضحية لذلك. لا أصبح بعض الأطفال يقول لك أنا ما أسلم إلا من مركز شرطة، ولا أنا ما أسلم إلا من كذا، لدرجة أنه يصبح بين الأسرتين عالم مثل الحرب، كل واحد يريد يتشفى من الثاني. فما نريد نصل إلى هذا، لابد من محاولة الإصلاح. حتى إن المرأة يعني أيضا لابد من تنازلات من كل الطرفين، المرأة شوية تهدي الوضع، الرجل يهدي الوضع، لابد كل واحد يتنازل عن بعض الأمور حتى لا يضيع بنيان الأسرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.